لو ايه رايح تعمل مثل ما بقلك يا بيك؟ قلتلك اني عبد مأمور وانت ما بتعرف شي هون، وبالاضافة انه البيك خبرني انه حياة حضرتك بخطر كبير، كرمال هيك انا مضطر اني ابقى معك عطول، وبالنهاية انت ابن البيك وباخدك وين ما بدك. بس قلي شو اعمل لك؟ بدي ارتاح. كيف برتاح؟ عفوا منك، ما بعرف كيف. اعذرني يا بيك، بس رجال الدين بيقولوا لما الواحد ما بيكون مرتاح لازم يتقرب من ربه أكتر، ويصير يتردد على الجامع كمان، ويضل يصلي ويدعي من قلبه. حتى أنا وقت كون تعبان بعمل نفس الشي وبضل عم أدعي. بتحب أخدك؟ يا ابني من مال الله ساعدني، ان شاء الله بتحقق كل شي ببالك. بس اللي ببالي هلا مستحيل يتحقق. يا ابني اذا انت مفكر انه ما راح يتحقق ما بيصير، لانه عند رب العالمين ما في مستحيل. ان شاء الله بيتحقق كل شي ببالك. ما بعرف أنا ليش هون هلا، كنت رايح على أمريكا مو لهون، وما بعرف لوين لازم روح بعدين، بس أنا خايف ومحبط وما عم بقدر أعيش حياتي، والموت ما عم يجي، أنا بين الحياة والموت وما حدا عم يفهم وضعي وشو صاير فيني. يا ربي دخيلك ساعدني وخليني ارتاح من هذا التعب الكبير. ساعدني لأرتاح، ما بدي شي تاني ولا شي. السلام عليكم بابا. بابا أنا هلأ وصلت على المحطة. أول ما أطلع بالقطار بخبرك. إيه خلص لا تخاف بابا، لا تشغل بالك. إيه أخي قديش بتريد؟ أهلا وسهلا أختي، 20 روبل. Thank you.
بسرعة لو سمحت. مين هاي البنت؟ ما عم بفهم عليك. البنت اللي كانت معك ووصلتها لهون، اللي انت من وين جبتها؟ صدقني ما عم بفهم عليك، شو عم بتقول؟ بدك تحكي وغصبا عنك. من وين طلعت؟ أخي فهمني شو مشكلتكم معي، فهموني. من وين طلعت؟ من قدام الأوتيل. وين مكانه؟ أول هذا الشارع من على اليمين. هات المفتاح. بس يا بيك بسرعة. يا المفتاح. ما حاسبتيني، بس الإجرة لو سمحتي يا مدام. أفشان؟ مو رحتي على بيتك؟